السلام عليكم. مجددا المهم غنديروا فلوق هذه المره، غادي نمشيو مع الصوت واش كيبان مزيان حيت ما عنديش مايكروفون الكاميرا ولا كاميرا نيشان. سو المهم غنمشيو ان شاء الله اليوم غادي تيباش لي راسي. المهم نمشيو واحد المدرسه فواحد الدوار نمشيو نشوفوا البلان كي داير مع جمعيه الناس. يا تاني بقى نغوت باش تسمعوني ياك. المهم يلا وصلنا الدوار، دابا الظلام راه ما تيبان حتى الزره دير anyway. وصلنا بخير وعلى خير، الدوار كان بعيد شويه. بركات بركات درنا ان شاء الله صباح يعجبك. الله يحفظك اخويا كيصلح عبد الرحمن. لا ما كاين شي واحد خاص شي باش يحاجه ولا خاص. لا الله We'll be right back.
السلام عليكم عاوتاني. ما هضرتش معكم ديريكت حيت البارح ملي جينا نشطنا جلسنا جمعنا تعرفنا على بعضياتنا حيت انا اصلا ما كنعرفهمش كاملين. رايحين قصينا مشينا حاولنا نعسو انا من 6 ل 5 الصباح. جينا هنايا العمل 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 حتى دابا وباقي العمل وباقي بزاف ديال العمل. كيبان الصراحه داك الشيء ساهل ولكن فيه بزاف ديال الخدمه خاصه المهم ديال لي ديتاي في داك سميتو واخا صراحه ماشي المهم كاينه بزاف ديال الخدمه صراحه وكاينه تماره انا ما ضربتش تماره باش نكون واضحين كاين الدراري ضربوا تماره جاب الصح وشتهم وهذا ما كان والعمل التطوعي بان لي زوين ماشي اول مره كندير العمل التطوعي لكن اول مره نجي مع هذه الجمعيه غادي نوريكم المدرسه والى اخره ذات سيت اند سوري ما دويتش معكم هكا ديريكت بيكوز انا از يو نو تنحشم شويه ولا بزاف كاع اي ام نوت يوز تو ات فهمتي ما مولاش ندير اللعيبه وديات الله يديات غنمشي ندير واحد التايم لابس نمشي ندير واحد التايم لابس دابا What's up guys? انا يونس من الناس عليه والدراري وخلاص على الشارع تصرف لي تصرف لي سر محمد الباقي الله يحفظك اخويا تحياتي محمد خانات الله يحفظك عايشه هي سي ابراهيم الله يحفظك تحياتي اسمعنا رشيدة إلا ما وريتكم رشيدة شكون هاي محمد ابو بكر محمد ايوب ابو كيبان لي هذيك الزلمه ديال بير الله يحفظك ايوب الاخر امين محمد امين السلام عليكم مجددا المهم راه اليوم الثاني والاخير بالنسبه ليا بالنسبه لرا واحد الجروب اخر راه كان هو اليوم الثالث ليه هو مستر بلال اللي ما شفتوش بلال هو بلال تحيه ضربوا للجميع المهم اللي بغيت نوريكم هنايا هو كيفاش داير الاقسام في هاد الدوار هذا واحد الطريقه زوينه مستفين النص دايرين النص مقسمين النص هكا والنص هكا الاستاذ كيكون في الوسط كيكون قريب في ظهر حال الفاطرون كيكون قريب للتلاميذ كاملين يعني ما كاينش هذاك اللي في اللور هذوك اللي اللورانيين راه حتى هما قراب راه كاين قراب من الجي حيت مقسمين كيكون قريب كلشي قريب وعجبني هذا البلان بزاف وما كرهتش يكون في المدارس الشباب
سو حنا دابا راه سالينا كلشي بقينا حتى حاجه صبغنا اللي بغينا نصبغوا في المدرسه نشطنا مع الدراري اليوم كان اخر نهار درنا واحد النشاط زعما مع الدراري الصغار اللي كاينين في المدرسه وهكا ضحكنا معاهم داكشي وكان انيماسيون من عند امين ومن عند ياسين وهذا مكان اللي سالينا وتغدينا دابا راه حنا هابطين للواد راه سبقوني بشحال هابطين للواد باش نصوت معاه عاوتاني ولا اخره ونشوفوا الواد والقضيه كي دايره تما وواحد الجبل كيبان اصاحبي المهم حنا راه بين الجبال هند كتسنى فيا غنوريكم هند المهم بغيت نعرفكم على واحد السيده هنايا سميتها هند اي هند اراغون تعرفكم على راسها هي ما كتسمعش مزيان عندها لي زاباراي ديال الودنين سو بغيت بغيت ندوي معها خصني نشوف فيها باش تشوف كيفاش كندوي بفمي بحال هكا عاد كتفهم ما كتقدرش زعما تسمعك وتفهمك خصك تشوف اش كتقول بفمك المهم ها هي تقول لكم على راسها سلام شوفي هضري ليهم على راسك السلام عليكم انا سميتي هند عايشه في فرنسا جيت لتاودانت يلاه عند لاسوسياسيون باش درنا لا ميسيون اي تعرف بيوسف كي تاع برو يا ان غران ارتيست كو جو تروف لو دومين ديالو دو ليماجري اي دو لا فوتوغرافي اي ديكو اون اون بروفيت دو بيزاج كيف ما كتشوفوا دونك بوركوا با نسنابي هاد لي مومون و ميم بارطاجيهم معكم باش نتوما تبروفيتو ولا كان عندكم لا بوسيبيليتي الا كنتو دايزين دو باساج شنو سميتها هاد البلاصه الا كنتو دايزين دو باساج طريق تبقال دونك غير في الطريق تقدروا تحطوا طوموبيلكم تهبطوا وتبروفيتو بلا لاتور دابا غادي نمشيو لواحد واحد الواد باش نبروفيتو فيه نتبغدو منه شويه كيف ما كتشوفوا الشمس شويه قاصحه ونتمنى تعجبكم هاد لا فيديو ونتمنى على انكم تقدروا تجيو تبروفيتو وتبارطاجيو مع الناس اللي كتبغيو فوالا شكرا هين ثانك يو سو ماتش باي ذا واي راه النطق ديالها هكاك داير حيت هي ما كتسمعش مزيان ماشي كتصنعو حيت ما كتسمعش مزيان ما تعلمتش النطق ديال الحروف كاملين بطريقه مزيانه النطق ديالها هكاك داير ولفنا عليه بحال هكاك وحتى الا تولفنا حنا نهضروا بالجهد معاها ما يجيكمش هادشي غريب وشكرا لهند الكاميرا مال ايه اما كاميرا تسنى صوروا هادشي كامل I'm going to go to the house. أنتم للناس وأنتم كنتم منهم فإن كان للنجاح الناس يقدرون معناه وإن كان للإبداع الناس يحصدونه فإننا كمؤسسة مجموعة مدارس ابن بطوطة نقدر جهودكم وتضحياتكم بوقتكم جميع الوسائل ديال الراحة ديالنا وديال العمل ديال جميع الظروف الحمد لله وفقنا لنا كنشكركم جزيل الشكر فيديو كليب هذا